الأكاذيب والإشاعات، وهنتكلم فيها عن موضوع الحكم محمد معروف وطرده من رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا. ولكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا، وهي الصلاة على الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بيعلن طرد الحكم الدولي محمد معروف، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ويفاجئ النادي الأهلي بهذا القرار القطير. رئيس لجنة الحكام البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية بيعمل مسرحية جديدة وقرارات جديدة علشان يهدي بيها الناس وعلشان يهدي بيها الجمهور اليوم، وبيعلن طرد الحكم الدولي محمد معروف من إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز لإثارته الكثير من الجدل في الشارع الرياضي. طيب لما انت عارف ان هيبقى في إثارة للجدل في الشارع الرياضي بيتم تعيين محمد معروف حكم للزمالك ليه، خصوصا ان هو كان حكم للزمالك والمقاولين في المباراة السابقة؟ ازاي يعني انت ازاي يعني بتبلغ وازاي يعني بتعطي قرارات وبتطلع تصريحات وانت اصلا انت اللي غلطان؟ يعني حضرتك انت اللي غلطان، انت اللي جبت محمد معروف وانت اللي حققت معاه وانت اللي قلت ايقاف مباراتين، ومع ذلك لقينا محمد معروف بكل جراءة وبكل سذاجة هو نفس الحكم للزمالك في المباراة التانية على التوالي. ده يعني ان دل يدل قد ايه ان التحكيم في مصر ضعيف، يدل ان التحكيم في مصر حاجة يعني حاجة لا تطاق، حقيقي حاجة لا تطاق. يعني ازاي حكم كان لمباراة تجيبه نفس الفريق للمباراة التانية؟ يعني ده لوحده بيثير الشك وبيثير الاحتواء وبيثير حاجات كتير جدا، ولازم الجماهير تسأل نفسها وتتكلم اشمعنى محمد معروف اللي تم تعيينه للزمالك مباراتين ورا بعض؟ ما هو انت يا بتظلم الزمالك يا بتفيد الزمالك. من المرة اللي فاتت طلعت وقلت ان الزمالك انظلم، النهاردة بقى فين جماهير الزمالك بقى واعلام الزمالك؟ ليه ما طلعوش وقالوا ان الزمالك انظلم في المباراة؟ ليه ما طلعوش اتكلموا وقال لك ان طرد حارس الزمالك لا يستحق؟ ليه ما تكلموش في كده؟ يعني ليه ما تقالوش كده؟ ولكن يا جماعة طالما الزمالك بيفوز حتى لو بالحرام مفيش حد هيتكلم، مفيش حد هيطلع يقولك الزمالك ليه حق او عليه الزمالك بيكسب. لا يا عم كمان كده احنا كده ماشيين زي الفل، ويعني هقولك ايه زي الفل واكتر كمان. هو ده اللي انت لازم تكون عارفه. بيريرا في تصريحات صحفية بيقول اصدرنا قرار بطرد الحكم محمد معروف من ادارة مباريات الدوري المصري الممتاز لحين انتهاء التحقيقات في واقعة إثارة الجدل وعدم احتساب ركلة جزاء للزمالك في مباراة المقاولون وطرد لاعب الزمالك في مباراة البنك الأهلي. حاجة صعبة يا جماعة، حقيقي حاجة صعبة جداً.